أهلا بكم في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم. يسرني أن أستضيف خلالها رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشيل قصرجي، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه. تحت تهديد السيف يغادر المسيحيون للمرة الأولى في تاريخ العراق الموصل، فكيف ستواجه الكنيسة إرهاب داعش؟ كيف تقرأ الكنيسة غياب المواقف الدولية والعربية تجاه اضطهاد المسيحيين في الشرق؟ لأول مرة في تاريخ العراق تفرغ الموصل الآن من المسيحيين. أهلا وسهلا فيك رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشيل قصرجي. سيدنا، خلينا نضوي خلال هذه الحلقة على هذه المأساة، ما بعرف شو بدنا نسميها، يمكن في عبارات أكبر بكثير من كلمة مأساة لما يعني يمر به المسيحيون في الموصل بشكل خاص. يعني المسيحيون بالشرق كله يعني يمرون بتجارب صعبة جدا. قبل ما بلش بالراهن بالآني، الموصل مهد المسيحيين، ربما وجود المسيحيين سبقت 2000 سنة. شو بتخبرنا بداية للمستمعين للمشاهدين للرأي العام اللبناني عن الموصل، ولماذا استهداف الموصل بالتحديد؟ أولا نعرف الموصل هي ثاني مدن العراق، وهي موجودة بسهل نينوى. هالسهل الخصيب يلي هو بحقيقة كان من قديم وجه لحد هلأ مهد الحضارات بكل معنى كلمة مجلس فادي حضرتك. بس نظرة صغيرة على الموصل يلي اليوم وللأسف الشديد تعاني من الجراح الكبير، النزيف الكبير يلي بسميه المذبحة الكبيرة اللي جرت في الموصل، وللأسف فينا نقول اليوم مستمرة تحت غطاء الصمت العالمي وتحت غطاء عدم اكتراث الدول اللي أكيد رح نحكي عنها شوي صغيرة بعد. هالمدينة العريقة يلي كنت عم بحكي أنا وحضرتك سيد فادي تحت الهواء تمتد إلى عصور غابرة. لما نحكي عن مدينة الموصل بنحكي على حضارات 4000-5000 سنة قبل المسيح. الكتاب المقدس بيقول ربنا بسفر التكوين لأبينا إبراهيم قبل المؤمنين بيقول له اذهب إلى أور الكلدانية وخذ امرأة صار لك زوجة لك. لهذه بتبرهن أنه هالمدينة هيدي أور الكلدانية اللي قريب اليوم من البصرة كانت هي موطئ الحضارات كلها سوا. وبنعرف نحن لما نحكي حضارة بلادنا بين النهرين بنحكي على الثقافات، بنحكي على عصور الوسطى يعني مرقت فيها المدينة، نعرف الخلفاء الأمويين اللي كانوا موجودين والعباسيين، كل دوائر اللي كانت موجودة هونيك كانوا مسؤولين عنها المسيحيين. وبنعرف نحن حمورابي، شريعة حمورابي يلي هي أول شريعة مكتوبة في التاريخ، مكتوبة بتحكي عن شريعة الإنسان وشريعة الحقوق الإنسان اللي كتبها حمورابي. لأجل ذلك المدينة اللي أنا كان لي الشرف زورها عدة مرات ومكث فيها 3 أشهر وتعلمت فيها لغة كلدانية، اليوم هذه المنطقة بالذات والموصل بالذات تعاني اليوم من هذه الكارثة الكبيرة يلي فرغت نهائيا شبه نهائيا من مكون أساسي فيها يلي هو المسيحي الموجود هناك. لا شك أنه مش هيدي الأزمة الأولى التي يمر بها المسيحيون يعني، لكن مش لهذه الدرجة. يعني الموصل عاشت أوقات صعبة بالقرن 13، دمرت خلال حرب المغول، لكن الحياة المسيحية بقيت موجودة من خلال دور العبادة. الأكراد أيضا ببداية القرن 19 شنوا غارات على الأدرية، وحضرتك أنت ملم بهذا الأمر، ودمروا المكاتب. العثمانيون أيضا في مع الحرب العالمية الأولى يعني حاولوا إبادة المسيحيين في الموصل بال 2003 عندما غزا الأمريكيون العراق، كمان هجر المسيحيون. واليوم بال 2014 دائما الموصل مهددة بالإبادة، لماذا؟ لأنه أستاذ فادي كمان بحب هيك زيد على الشيء اللي قلته، جدا جدا مهم. حضرتك سردت الوقائع، ولكن في شيء قبل منا كمان شيء مهم كثير كمان، قصة الفرس. يعني الفرس عملوا مجازر للمسيحيين بالعهود الأولى. بدي أرجع أقول قصة الموصل لأنه كانت هي المدينة شبه الوحيدة في العراق اللي كانت بتضم الشرائح المسيحية كلها سوا.
هذه بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية اليوم كل نسميه المطارقي والأسيفي والمؤرخين والكتاب كلهم سوا طلعوا من هذه المدينة العريقة. لأجل ذلك الموصل بعدين حدود الموصل وتكوينها هو تحد ناحية تركيا نعرفها شغلة مثل هذه. في التأثير التركي عليها كتير كتير قوي لأنه قريبة من الحدود السورية والحدود التركية. لأجل ذلك المدينة يلي كان فيها كل جميع الإكليريكيات جميع الرهبانيات جميع الأرسالات الأجنبية كانت عم تشتغل بالموصل. لأجل ذلك اليوم كان في تركيز على الموصل من جهة أساسية. أكيد اليوم التركيز على الموصل لأنه في عندهم هالدعم اللي عم يجي من الخارج وكانت منطقة شبه نوعا ما مستباحة. قبل ما أوصل إلى الراهن وما تعانيه اليوم الموصل، قداش في عدد مهجرين، قداش شو عمل تنظيم داعش بالمسيحيين هناك، خليني لكن بعدني بقصة المأساة، مأساة اللبنانيين عن اللبنانيين الذين فقدوا خلال سقوط الطائرة الجزائرية. معي من الزلقة الزميل جورج عيد وهو موجود في دارة أهل الضحية جوزيف الحاج وهو من ضحايا الطائرة الجزائرية. جورج يعطيك العافية، دائما اللبنانيون ضحايا الطائرات، ماذا لديك من تفاصيل؟ فعلا يا فادي، دائما اللبنانيين هيك عم يكونوا ضحايا هالطائرات هالمأساة. اليوم اللي صابت اللبنانيين بعد 20 شخص ما كانوا على متن الطائرة الجزائرية اللي كانت متوجهة إلى لبنان ولكن كان في إسكال إلى الجزائر فلم تصل وتحطمت. أنا اليوم بدارة الحاج أهله لجوزيف الحاج أحد الضحايا على هذه الطائرة، حالي من النكران، حالي من الحزن والصدمة عم تسود هالمكان. طبعا بعد يعني التواصل مستمر مع وزارة الخارجية لمعرفة إذا تمكنوا يعني من إيجاد رفات جوزيف أو أي شخص يعني أو رفات أي شخص على متن هذه الطائرة. العائلة تترقب تنتظر بحزن يعني الفاجعة هنا كبيرة جدا. إلى جانب صديق العائلة جو أبو جودي. جو، خبرنا كيف أول شيء تلقيتوا الخبر وهل عم تتواصلوا مع جهات رسمية؟ عرفنا أنه يمكن نعمل فحص DNA من قبل وزارة الخارجية، في طبيب كان مكلف. نحن تلقينا الخبر أول شيء مثل كل العالم عبر وسائل الإعلام والإنترنت والتلفزيونات. بالنسبة لفحص DNA رح يصير اليوم فحص DNA لحتى البعث يكون مع DNA سامبل بده ياخذوه معهم على مطرح ما قلبت الطيارة يعملوا كروس ماتش. شو فيك تخبرنا عن جوزيف؟ جوزيف الحاج من خيرة الشباب اللبنانية، عمره 46 سنة، هاجر على أفريقيا سنة 88 لحتى يأمن مستقبله مثل كل هالشباب، خصوصا انه والده توفى كان صغير ليساعد عائلته كمان. متجوز، عنده 3 اولاد طفالة. يعني من 17 سنة صار معه حادث بافريقيا نجا منه بأعجوبة، ما كان حدا مستنظر، وهالمرة كان قدر ربنا انه ياخده لجوزيف من بيناتنا. اخر مره تواصلتوا معه شو قالكم؟ شو كيف عرفتوا انه كان على متن الطائره؟ هل حكى اهله قبل بلحظات من يعني صعود الى الطائره؟ على طول على تواصل، بس بلحظه مثل هذه بفضل ما افوت بتفاصيل. بنضوي شمعة نفسه ونطلب من ربنا يرحم كل اللي راحوا معه ويواسي اهل الضحايا. اي مناشده للجهات القائمه على الموضوع هلا الدوله اللبنانيه من خلال وزاره الخارجيه؟ نشكر وزارة الخارجية لأنه على تواصل دايم معنا لحتى تضل تطلعنا بكل شيء عم بيصير وتبرد قلب العائلة بالأشياء اللي لازم تصير وتهتم، ونشكركم على تغطيتكم الإنسانية. شكرا لك. نحن لكن كنا معكم من دارة الحج هنا للحظات، يعني كل شخص عم ينتظر أي خبر عن ركاب الطائرة، عن أبنائهم، عن الأشخاص الموجودين. التواصل مستمر مع خلية الطوارئ بوزارة الخارجية مثل كل العائلات المنكوبة اليوم بلبنان من وراء قصة هالطائرة. نعم. الحج عم يتأملوا أنه يوصلهم أي خبر عن رفات ابنهم. إذا نعود إلى متابعة برنامج. شكرا جزيلا لك جورج عيد. سيدنا، خلينا نرجع إلى موضوعنا الأساسي هو الموصل. خلينا نبلش من البداية، من الآن، شو حجم الدمار والتهجير الذي حصل في الموصل اليوم؟ أستاذ فادي، أكيد حضركم على اطلاع تام شو عم يصير بالموصل وسائل الإعلام، ولكن
الشيء اللي عم نسمعه نحن، وانا كنت من شهر تقريبا هونيك بالعراق وصار التهجير الاول من مناطق كراكوش والمحيطه اللي اجوا فيها، بالحقيقه اللي عم يصير نوعا ما انه حرق الكنائس وحرق المخطوطات وحرق الكتب والتدمير. يعني اليوم سمعنا خان نبي يونس اللي هو من احد المراكز جدا مهم الجوامع هدموه، مبني على كنيسي. ما بعرف هل 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 هالفلسفه تبع المؤسسات او مؤسسات الحركات التكفيريه داعش او غير داعش يلي بتبيض الاخضر واليابس، كيف بدها تستمر هيدي وشو هي هدفها وشو سياستها؟ هل دمرت جميع الكنائس؟ لا مش يعني دور. في 30 كنيسه يقال انه بالموصل بعضه يعود الى 1500 سنه. نعم طبعا يمكن اكثر. يعني ما هو حجم الدمار الذي لحق بالثقافه المسيحيه؟ هاي جدا هيدي شغله رهيبه صارت. يعني بقول لك شغلي، كنت سالتني سؤال قبل استاذ فادي انه قصه ليش الموصل، لانه الموصل كل الاديار المهمه تبع العراق يلي بتمتد من تقريبا 340 سنه بعد المسيح لحد هلا هي بالموصل، كانت كلدانيه او كانت سريانيه او كانت من بقيه الطوائف. لاجل ذلك اليوم التركيز على الموصل بيقول لك اذا كان معروفه البلد يلي بتهدم فيه الحضاره السفير هبان تقضي على كل شيء فيها، هن يلي عمروا، هن يلي زرعوا، هن يلي كتبوا، هن يلي عملوا استنساخ الكتب كل شيء. بقى اليوم الدمار انا بحسب رايي مش قصة الدمار هو بالحجر يلي صار كثير، ولكن دمار بالبشر صاير اكثر. هالانسان اللي بيترك ارضه بيترك هونيك محل ما هو خلقان وبيترك كل شيء، ما في عنده شيء. اكيد اليوم هالحركات كلها سوا التكفيريه، هلا الموضوع ما بيعني لها شيء للاسف الشديد، وعم نشوف نحن كيف عم نتصرف هونيك بالموصل وغير الموصل. يعني كان في هناك ثلاث خيارات امام المسيحيين، اما اعتناق الاسلام، اما دفع الجزيه من دون تحديد سقفها، او الخروج من المدينة ومن المنازل من دون ما يصطحبوا معهم شيء حتى الدواء. نعم. يعني شو هيدا الإجرام؟ شو هيدي يعني ما هيدي ما يعني إذا مفروض بإيديولوجية التكفيريين هادي ما عندهم الله، ما عندهم دين، ما عندهم رب، ولا بيقولوا نحن للأسف إنه نحن عم نحكي باسم الدين الإسلامي. أكيد الدين الإسلامي هو حسب رأيي أنا، ولو في استنكارات كثيرة، ولكن بالنهاية بينتموا لديانة معينة، هي ديانة إسلامية. لأجل ذلك نحن اليوم للأسف الشديد بنقولها بكل هذا، الصرخة اللي صارت لبنان البلد الوحيد حد هلا يلي بلش يتحرك نوعا ما بخصوص إلى دعم إخوتنا المسيحيين في العراق. يعني داعش اليوم، إنه بدي أقول لك شغلة صغيرة، إنه استمراريتها أنا ما بتصير، أنا بتأمل وعندي كلها ثقة انه هالمؤسسة هذه الارهابية مش هتستمر طويلا في العراق، لانه الشعب العراقي رح يقوم كله عليها. الشعب العراقي شعب متآخي، شعب مصالحة، شعب سلام، شعب محبي. وللأسف نحن بنعرف وضع العراق اليوم كحكومة عراقية، الصراعات الداخلية اججت الصراعات هونيك بالعراق وخلت المنطقة هذه نوعا ما فيها حماية مثل ما لازم. أين مسؤولية الدولة العراقية اليوم بحماية أبنائها، بحماية المسيحيين، بحماية ثقافتهم، بحماية حرية معتقدهم؟ نعم. يعني مسؤولية مين اليوم؟ خلينا نبلش بالمسؤولية العراقية، أين العراق اليوم؟ نعم، مسؤولية الدولة العراقية، الحكومة العراقية بالدرجة الأولى، وهذه كلها بنعرفها وهن كلهم بيقروا فيها، ولكن الدولة العراقية عم تعمل خطوات، جربت تعمل خطوات، وللأسف الشديد خطوات عم تجي يا ضعيفة يا متأخري يا من بأي كيفي. معنى جربت تعمل خطوات؟ يعني ببداية الحملة الداعشية يعني ما شفنا قبل. يعني ما شفنا الجيش العراقي صمد 24 يعني ساعة عم نحكي صمد، ما بعرف. نعم. شو ما نعم شو خلفية هذا اللا صمود؟ نعم يقال، ما بدنا نفوت فيها. نعم يقال حسب سمعي أنا إنه كان في خيانة بجيش عراقي منطقة الموصل، هاي سمعناها بالعراق وسمعناها هم بلبنان، كان في خيانة مضبوطة. يعني لأجل ذلك اليوم داعش، بتتخيل أستاذ فادي ما بيطلعوا 12,000 واحد، بس في عندهم العشائر معهم، عندهم حزب البعث معهم، عندهم المتضررين الامريكان معهم، وعندهم الصراع السني الشيعي بالعراق اللي هو اللي عم بيأجج الموضوع كله سوا. لأجل ذلك اليوم لقوا ارض خصبه هونيك، وفي منطقه الاكراد، يعني المنطقه اللي فيها داعش ما في اكراد هونيك، اكراد عم يحاولوا يعملوا مثل نوع من السد المنيع تجاه داعش، وعم بيحموا المناطق يلي هن متواجدين فيها. بعد بتزيد عليك استاذ فادي اسمح لي كلمه، انه قلنا ثلاث خيارات، في الخيار الرابع يلي هو كان امر واحد هو القتل. طبعا يعني نعم، لانه في حد السيف يعني، والدواء عم تحكي عن دواء، يعني شفنا مجاهد نحن مره اخذ يعني حدد تاريخ معين، اما الذهاب
أو ما في إلا حد السلام أو الاستسلام أو دفع الجزية. وللأسف الشديد أنه جماعتنا حتى المطارين بالمنطقة هونيك الموصل من كل الطوائف دعوهم داعش إلى اجتماع حتى مناقشة الموضوع أكيد رفضوا. يعني أنه مع مين بك تحكي؟ مع أي حضارة بك تحكي؟ مع أي إنسان بقدر تحكي؟ لأجل ذلك نحن اليوم أملنا كبير إن شاء الله أكيد يمكن ماذا نحكي فيه اليوم شيء صار عند وزارة الخارجية اللبنانية شيء أنا بعتبره جدا جريء من الدولة اللبنانية أخذت مبادرة ولأول مرة بتاريخ الدول العربية دولة بسميها دولة لبنان أوكي بواسطة الوزير مشكور جبران باسيل أخذت المبادرة ودعت دول القرار يعني 4-5 دول مع الأمم المتحدة ومش بس إنه نداء لأنه أنا برأيي النداءات ما عادش تنفع الاستغاثة ما عادش تنفع البيانات ما عادش تنفع الاستنكارات هيدا كله ما عادش ينفع بدنا شيء عملي والعملي هو معروف إنه اليوم الأمم المتحدة يلي حامل لواء الحرية والديمقراطية ومساعدة الإنسان والدفاع عن حقوق الأقليات بالعالم كلها سوا ما بعرف نحن شو صار بكوسوفو بنعرف اليوم شو عم يعمل الأمم المتحدة على حدود لبنان ليش ما بيعطوا لهنيك الأمم المتحدة سوري العفو على مناطق الساخنة المناطق فيها تهجير المسيحيين بالعراق شو 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 المانع برأيي أنا هيدي رح تنعمل هلا ورح تنرفع مذكرة إلى الأمم المتحدة إلى صياغة أمور شكوى رسمية ومعاقبة اللي عم يعملوا أشياء هذه ومعاقبة من يحميهم في العراق. سيدنا قديش في سكوت حول ما يجري في الموصل؟ سكوت رهيب. في سكوت رهيب بالعالم كله، أنا بتعجب مثلك أستاذ فادي، يعني بنشوف نحن لأجل شغلة بسيطة فينا نحكيها مثلا بإسرائيل. إذا صار مثلا خطفوا يهودي بتقوم القيامة، إذا حتى مع احترامي للديانات كلها سوا، ما بحط الديانات كلها سوا، مش عم انتقد حدا أنا. يكون عندنا جرأة ونحكيها يعني. لما بيعمل رسوم للنبي محمد بيقوموا القيمة بالعالم كله يا خي حقهم ديرتهم طيب معقولة مدينة بأمه وأبوها عمرها ألف السنين فيها 50,000-100,000 تقريبا كان مسيحي هونيكي تسحق كلها سوا ولا من أحد ينادي بعدين إذا نادوا شو عم تفيد المناديات شو عم تفيد المناديات بدك عمل 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 عجوبي عمل ما معنى هذا السكوت ما معنى هذا السكوت خلينا نكون هيك شوية هيك يعني صريحين أنا برأيي حسب رأيي بكل محبة أولا المصالح الدولية واحد اثنين للأسف يمكن هناك مخطط لإفراغ المسيحيين من الشرق يمكن يكون في مخطط أنا بشك يكون في مخطط هيك ممنهج ثالثا مصالح قلناها أول شيء مصالح بعدين المخطط ثالثا أنا بحكي على المسيحيين ما بحكي مع غير شعوب المسيحي أنا حسب رأيي صار إنسان متراجع المسيحي في العالم يعني المسيحي بالعالم نعم بالدرجة الأولى يعني الأنظمة والدول يعني ما عاش فيه بقى مسيحيين يعني أمريكا ما فيك تسميه مسيحية أوروبا ما فيك تسميه مسيحية شوف الكنائس عندهم صارت مثل محلات متاحف يمكن متاحف وغير متاحف حتى ما نقول غير كلمة ولكن اليوم أنا بقول مشاغلي إنه بلبنان يعني كان تصير حرب بلبنان صار الحرب بلبنان مش هيك نعم نحن بمنطقة المنطقة ما كانش في نوعا ما حتى مساعدة منطقة لمنطقة بقى اليوم نحن عم نقول بالنسبة للعراق هالإهمال وهالعدم الضجيج والسميع الموضوع العالم تعب من الإشي اللي عم تصير كلها سوا لأجل ذلك اليوم نحن كلبنان برجع بشد عليها لبنان دورنا كبير نحن بالمحافظة في هذا الشرق على الدور الحضاري والدور التقدمي والدور الفاعل بالمنطقة كلها سوا يعني بتتخيل انه عراق من دون مسيحيين بتتخيل لبنان من دون مسيحيين لا سمح الله بتخيل الدول كلها من دون مسيحيين بعدين دول المحيطة بالعراق وغير العراق مشاكل ابتداء من مصر إلى السودان إلى سوريا ما الأراضي المقدسة فيها 1% مسيحيين مورد المسيح هونيكي ما حدا تحرك لأجل ذلك نحن دورنا كبير بلبنان وعلينا أن نتكاتف ونكون نحن القدوة والمثال والحاجز المنيع حتى نحن نكون القوة تجاه العالم كله سوا كيف بأي آلية أولاً نحن كلبناني علماً أنه كان في سينودوس الأخير لبنان والشرق الأوسط هذا الدور نعم للبنانيين المسيحيين بمساعدة إذا بدك وتقوية المسيحيين في كافة مناطق الشرق الأوسط نعم. شو عم يقدر يعمل لبنان أو مسيحيو لبنان في هذا الصدد في ضوء هذا الهجوم المضاد ضد المسيحيين نعم دورنا أستاذ فادي بدي لك شغلي مشكلتنا المسيحيين بلبنان نحن عندنا مشكلة وحيدة نحن نطلب من الغير على طول ونحن ما نعمل شيء هيدي اول شغله بقول لك اياها بصراحه انا حسب رايي نطلب من الغير ساعدونا ودعمونا واشياء مثل هيدي ونحن في وقت من الاوقات ما لنا بحق بعضنا منيح اليوم في شغله عندنا كثير مهمه بلبنان انتخاب رئيس جمهوريه
وهذا دور جدا جدا مهم. وكأنه هذا الدور مهمش، وكأنه هذا الدور شو فرق يعني اليوم بين نحن كمسيحيين بين بعضنا البعض، مع شيء مش عم بلوم حدا انا، وكله مشكورين حتى ما يقولوا مطران الكلدين عم ينتقد حدا بطريقه مباشره. بدي اقول شو فرق بين داعش اللي عم تعمله بالعراق هدم المسيحيين، وشو فرق بين لبنان نحن كدوله لبنانية كشعب لبناني ما بيعنيها الموضوع انتخاب رئيس جمهوري، ناطرين قياداتنا المسيحيه، ناطرين التشاور بين القيادات المسيحيه حتى نطلع رئيس جمهوري. وكل واحد على موقفه مشكورين كلهم سوا، كلهم بيحبوا لبنان كلهم سوا، ولكن الدور المسيحي عم اليوم عم بسمع اخبار يعني جدا حزينه. مش بس الفقير عم يفل بلبنان هلا صار، حتى الغني عم فكر يفل، حتى الغني، حتى اللي عنده املاك وعنده اشياء، متى بيقول لك خيي اذا مش اليوم بكره، مش بكره بعد بكره. وعم نشوف نحن بالوظائف شو عم يصير، يعني المسيح حتفوت على وظيفه بده 1200 معاملي، عم نشوفها كلها سوا بمحبه. يعني دور الكنيسه جدا مهم بلبنان، دور مهم كنيسي جدا مهم، وعلينا نحن نتكاتف كلنا سوا وما نفكر بقى طائفيا. قديش الكنيسه عم تلعب دور؟ عم تلعب دور كثير كبير، انا حسب رايي عم تلعب دور، عم تلعب كل الدور المتوجب عليها. انا برايي عم تلعب قد ما فيها، لازم اكثر، اكيد لازم اكثر. برايي يكون في وقفه تضامنيه يندعى الى مثلا قصه اليوم امبارح طرحناها بالنسبه للعراق، ليش ما بيروحوا البطاركه الشرق كلهم على العراق بيعملوا صيانه بالعراق؟ لا يعني وزير خارجيه جوران باسيل اليوم قال انا مستعد، انا بدي اروح على العراق على الموصل على سهل نينوى. نحن ليش ما عندنا هالهمه؟ نحن اذا دفعنا على العراق بنكون عم ندافع على لبنان، مع خبر شو مثل هيدي، اذا دفعنا على المسيحيه بسوريا بنكون عم ندافع على لبنان، ولكن نحن ناطرين الفعل ورده الفعل، يعني ننطر بكره نحن خلصت قصه الموصل، بعد 15 يوم ما حدا بيحكي فيها، خلصوا المسيحيين، العراق خلص من المسيحيين ونحن عم نتفرج، دورنا مش هي دورنا نحن، دورنا نطلع كلنا سوا، مسيحيين بايد وحده، ما عندنا طائفيه، كل الطوائف مع بعضها، ارثوذكس وكاثوليك وانجيليين وغير انجيليين، كون ايد وحده ونطالب حتى بلبنان العفو عم ينادوا كونفدراليه وغير كونفدراليه. اذا نحن بنضل على المنويل بلبنان هيك تناقص العدد مستمر والهجره مستمره وعدم المقدره الحكومه اللبنانيه والشعب اللبناني انه ياخذ مبادره بكل معنى الكلمه، انا باكدك الامور عم تروح على الى التازم والى الانحلال. اذا مش السنه بعد سنتين بعد 10. اليوم عم نشوف قدامنا مأساتنا نحن بالعراق، عم نشوفها كيف عم فلوا. تتخيل بالعراق كان في شيء 1,800,000 مسيحي قبل 2003، اليوم عندنا 300,000-400,000. طب مين حس فيهم؟ مين حس فيهم؟ هل هذه الحمله منظمه؟ بعد البريك لو سمحت سيدنا مشاهدينا الكرام، بريك قصير ونعود الى بيروت اليوم. اهلا بكم لمتابعه هذه الحلقه من بيروت اليوم. ضيفي المطران ميشيل قصرجي رئيس الطائفه الكلدانيه في لبنان. سيدنا بعدني عم بقرا انا وياه 25,000 شخص مسيحي غادروا خلال ايام باتجاه المناطق الكرديه ومن من من اقليم كردستان، كيف عم يتوزعوا؟ شو مصير المسيحيين المتواجدين إن كان في المناطق العراقية أو إن كان في المناطق التي يهجرون إليها؟ نعم أستاذ فادي، سبق قلت لك قبل شوي أنه من شهر أنا كنت بالعراق وصارت قصة الغير تبع كراكوش. هلأ قصة الموصل نفس الشيء عم تصير، عم يجي عدد كبير منهم على مناطق أربيل وعنكاوة، يلي هي في عنا مطرانية هونيك نحن بعنكاوة أبرشيت أربيل، واسم كبير عم يروح عزاخ ودهوك، كمان مناطق كردية. بس هودي بدي لك شغله صغيره، هودي ان شاء الله الله راد بجهود الكنيسه في العراق اللي عم نسمع انه سيدنا البطرك الله يعطيه العافيه سيدنا ساكو عم بيقوم بجهود جباره جدا الى محافظه عليهم ودعم قدر الامكان هنيك مؤقتا حتى ما يحسوا انه بغربه هن، حتى يرجعوا على الموصل ان شاء الله. اليوم بالموصل مثل ما تفضلت انه هي ما عادش فيه، عندنا ما يقارب بعد 20 عائله، وهودي كمان ما بعرف انت رح يطلعوا. اليوم خوفنا نحن، خوفنا انه هال 25,000 يطلعوا برات العراق، وخوفنا من البقيه بالعراق. بعد عندنا بالمنطقه هونيك منطقه بسموها كردستان او مناطق الشماليه نسميها، عندك 150,000-200,000 مسيحي بعد موجودين. بقى لا سمح الله اذا بقيت الامور هيك، لا من يحرك ساكنا، ما حدا عم يضغط وما حدا عم يتحرك وما حدا عم يعمل شيء، مجرد استنكرت، انا برايي هودي كمان رح يكونوا لا سمح الله مشروع كمان رحيل. بالمناطق المتواجدين فيها اليوم في خطورة أن يرحلوا وإن كان بأشكال مبطنة؟ ما بتصور هلأ مناطق الأكراد في نوع من الأمان،
ولكن الى الامان الى عم اي حد. عم نحكي بالسياسة. ايه معك حق معك حق. ببعرف بال يعني حسب رأيي انا بسمع مثل ما انت تفضلت ببداية الحديث كان في كمان الاكراد عملوا مشاكل مع المسيحيين. مظبوط. بهلا في نوعا ما الاكراد مثل ما اذا ما نحكي السياسي شوي صغيري انه عم يحاولوا الاكراد يجمعوا اكبر عدد ممكن من الشعب العراقي وخاصة المسيحي واليزيدي وكل المناطق كلها سوا يجمعوها حتى يعملوا حكم ذاتي لهم هنين. بيكونوا للأسف إذا فينا نقولها بطريقة مثل هذه هاي مناطق الكردية بيعملوا مسيحيين نوع من الحماية لهم للأكراد يعني. نعم. بيصيروا مثل جدار لهم هنين. متاريس بشرية. متاريس بشرية لا سمح الله. أنا برأيي هذا نحن ضده ككنيسة وككنيسة كلدانية بترفض تقوقع المسيحيين في منطقة معينة بالعراق. وحتى المسيحي يعيش بكرامته ويحس انه هي موطنه لازم يكون كل العراق مفتوح قدامه. هلا مؤقتا معقولي اذا كان ما في مشروع هجره سمح الله الى الخارج ان يقيم في المناطق الكرديه ما بنسميها المناطق الكرديه بنسميها المناطق الشماليه التسميه الاصحيه. سيدنا يعني معروف انه يعني استجداد يعني تهجير المسيحيين وضرب الكنائس المسيحيه وضرب رؤوس يعني وكهنه من 2003 يعني بالمرحله المعاصره واليوم بال 2014 علما أنه لم تتوقف بال2010 كمان كان في حملة ضد المسيحيين في العراق تعتبر أنه هناك حملة منظمة تقف وراءها دول كبرى لتهجير المسيحيين من العراق يعني بدي لك شغلي إذا حضرتك عم تسأل شي واحد أجنبي جاي من فرنسا جاي من أمريكا متمدن شوي صغير نحن بنقول هاي بقول لك لا ولو نحن مع حقوق الإنسان نحن عم نحافظ عليكم نحن كذا نحن عندنا مكاتبنا اصلا شعار الحمله الامريكيه الديمقراطيه ولكن قال لك بصراحه لما الامريكان والفرنسويين والاوروبيين ما بيحركوا ساكن شيء عم يصير بالعراق اليوم بطريقه جديه انا بقول في تواطؤ غربي اوروبي امريكي الى الشيء اللي عم يصير بالعراق اليوم يعني معقول الشيء اللي عم يصير بالعراق يعني بسموها جينوسيد هذا قتل عم نشوف شو عم يعمل داعش هونيكي ما حدا بيعترض ما حدا بيحكي اي كلمه ما حدا بيحكي من دول كبيره يعني معقول يعني مش بس يحكوا الحكي شو بفيد اليوم يعني جماعه مثل داعش او غيره بدك تقعد تحورها يعني وسيدنا البطرك دعا الى الحوار مع داعش نحن ما مشكورين بس انه اليوم اشياء مثل هيدي انا برايي المخطط موجود من زمان وهذا كله خدمه لاسرائيل حسب رايي انا بمحبي انا الكرمال هيك نحن صمام الامان بلبنان هذا دول عربيه كلها سوا انا برايي اذا كنا نحن اقوياء دول عربيه كلها قويه مثل ما كنا نقول قبل نحن وبرددها وفي ناس يمكن كثير ما بيقبلوها اذا الكنيسه المارونيه في لبنان بخير بكل معنى الكلمه يعني بمؤسساتها برجال دينها بمحبتها بعطائها بتضحيتها الكنيسه اللبنانيه كلها بخير والشرق كله بخير وانا برجع بقول اليوم اذا كان لبنان بخير قوي العراق بيكون بخير سوريا بتكون بخير ومصر بيكون بخير حسب اعتقادي بكل بساطة. الفاتيكان. نعم. يعني أين الضغط الفاتيكاني في حماية المسيحيين؟ يعني نحن حكينا ضغط. نعم. يعني ما عنده إلا سلطة معنوية الفاتيكان. لكن نعم. السلطة المعنوية قد تكون أقوى بكثير من المدافع. صحيح. صحيح. أين السلطة المعنوية اليوم للفاتيكان لفرض حماية المسيحيين في الشرق؟ نعم. أستاذ فادي أولاً. بدي لك شغلي الفاتيكان ما بيأثر هلا بقول لك شو عم يعمل الفاتيكان بالضبط بس لكن الفاتيكان ولا مره بحياته أثر في دعم المسيحيين ولكن بدي لك شغلي اذا ما نضل نتكل على الفاتيكان وغير اسمه دعم حمايه ما عم نتكل دعم وحمايه بس هي حمله حياتي. اكبر من حجم المنطقه ربما ما أنا اللي بتصور. عم نشوفها اليوم ما بتصور. تهجير منطقه بكاملها نعم بس انا ما بتصور انه في قاعدين ناس ورا كمبيوتر عم يعملوا هلا خلصنا من الموصل عم نروح على بغداد ما نروح هيك ما في منا شيء مثل هيك يلي فيه هو لا مبالاه الغرب عم تخلي داعش وغير داعش تمشي انا بحسب رايي انا طب داعش سؤال منين عم يجيبوا سلاحهم منين عم يجيبوا سلاحهم ما الدول الجوار نحكيها بصراحه ووضع الحكومة العراقية يعني هذا بيقلنا انه حملة منظمة ايه حملة منظمة اكيد حملة منظمة ولكن الحملة المنظمة استاذ فادي منظمة باي ناحية منظمة انه منظمة وحشية عم تقوم بالقتل شمال ويمين اليوم اذا صار في قدامك انت شيء عم يصير بالعراق عيال تهجر انت قاعد بالعراق وهني بتعمل حاجة بتفل حتى لو كان بعيد انت عن العراق 200-300 كيلومتر عن الموصل بالنسبة للفاتيكان رجعت سألتني اليوم صار في اتصال من قديس البابا عرفنا فيه الظهر نحن بسيدنا البطرك ساكو وصار في تشاور بالموضوع
وان شاء الله مبدئيا حسب ما فهمت انا من الفاتيكان راح يقوم بما فيه مع المؤسسات الدوليه مع الدول المعنيه بالقرار حتى يفعلوا موضوع حمايه المسيحيين بالعراق. هذا اليوم حديث انا سمعناه من سيدنا بطرك ساكو. عظيم. في خبر لافت اليوم في بعض الصحف، جيش الطريقه النقشبنديه يعني هو وريث الحزب البعثي يعني المتواجد في المناطق التي دخلت اليها داعش، عم بيقول يرفض ما قامت به داعش من تهجير للمسيحيين خارج الموصل. ما معنى برأيك هذا الكلام؟ مجرد بيانات صحفية؟ هي نعم بسموها تبييض الوجه، أنا برأيي هيك يعني. يعني المؤسسات أو حزب البعث أو غير أكيد يوم نحكيها لما كان صدام حسين بالهدا ما كانش في للاسف الاضطهاد المسيحيين يوم بالطريقه مثل هاي، مش معناته انه كان صدام حسين نظام تبعه مثالي، ما حدا يفهمنا غلط، ولكن شيء صار الامريكان حملوا الديمقراطيه، راح الجيش العراقي كله سوا بال 2003 مش هيك؟ وصل صار في ما عادش في دوله عراقيه بالمعنى الدوله العراقيه. شو الديمقراطيه اللي حملوها الامريكان للعراق؟ الحزب البعث اليوم بعد فيه الروافد تبعه والزيول الرواسب موجوده، وعم يحاول اكيد حزب البعث اليوم بما تبقى من العراق وغير العراق يلملم صفوفه حتى يقدروا يرتدوا ويعملوا قلب النظام لانه هن ضد نور المالكي. هلا قديش صافيين قديش عندهم حقيقه بالموضوع هذا انا ما بقدر افيدك فيها عشان موضوع هذا بالنسبه لحزب البعث ما عندي معلومات. لا نحن كنا عم نحكي اذا كان في حمله منظمه او لا. انا يعني برايي نعم هناك حمله منظمه. في حملة منظمة، قلت لك ليش حملة منظمة؟ يعني لما ما بيحكوا الأمريكان شو عم يصير بالعراق، لما ما بي الأمريكان والروس والأوروبيين ما بيتدخلوا بطريقة منطقية بطريقة جذرية، ما بيضغطوا على الحكومة العراقية، ما بيحكوا مع الأتراك يلي عم يقوا هودي الإرهابيين وعم يجوا السلاح من تركيا، ما بيحكوا مع السعودية وقطر وإلى آخره وإلى آخره، معناتها متواطئين. طيب يا أخي ما واضحة الشغلة انه بنحكي اذا ما نقعد نحكي بس حتى نلبس كفوف ونقول لا انه يا اخي امريكا هي حامل الحريات بالعالم والديمقراطيه، امريكا لا هي نزيهه لا لا للاسف تتفضل امريكا يلي حاكم العالم وتقدر تاسي على الكل على الحكومه العراقيه وحتى على الارهابيين. اليوم بسوريا اخي مين عم يغذي هول المنظمات كلها سوا؟ وين عم يتدربوا كلهم سوا؟ صح ولا لا؟ ضد حكومه الاسد يعني الامريكان. هل الامريكان بدهم المسيحيين تفرغ من العراق؟ يا اخي قولوا الشعب العراقي بطريقه واضحه الشغله. بعدين الشعب العراقي شعب اعزل، شعب ما معه سلاح، شعب مسالم، شعب منه داخل بالنزاع مع حدا، لا سني ولا شيعي ولا كردي. انه عم يخبطوا بعض ويطحنوا بالعراق هونيك، الضحيه عم تروح المسيحي يلي هو الحلقه الاضعف بالعراق، حلقه اضعف وعم يسهل بالنسبه له، خي انا بدي اروح خي اعيش اولادي وبيروح على المهجر. تتخيل باليوم عندنا بامريكا وكندا واستراليا ما يقارب اكثر من 800 900 الف مهجر. كل داني من مهاجر يعني هذا بظرف 20 سنة. هل تعتبر هون الخطورة سيدنا العراقيون المسيحيون الذين غادروا منازلهم وأراضيهم سيعودون يوما ما إن شاء الله. أم يفتشون على بلدان أخرى؟ يعني كنا عم نحكي قبل الغزو الأمريكي كان في حوالي 1.5 مليون، اليوم بال 300-400 ألف، واليوم بالموصل كمان 30-40 ألف غادروا هذا السهل الواسع. هؤلاء عندهم أمل العودة برأيك؟ أمل العودة عند كل إنسان. بخبرك خبري سيد فادي، نحن أصلنا أصل جدودي من تركيا، لما تهجروا من ديار بكر، لما تهجروا 1915 إجا بي ولا جدي، أنا خلقان بزحلي وبي خلقان بزحلي، لما إجوا تهجروا من تركيا 1915 حامل جدي أو بي وجدي مفتاح البيت معه، والمفتاح مفتاح معه وسكوك بعد عنا على امل يرجع، يعني حلم العوده على طول. يعني الفلسطينيين أكيد. ايضا بعضهم مسكين الصك وبعضهم مسكين المفتاح ال 48 حتى اليوم. ان شاء الله ان شاء الله نحن. لكن ما بدنا نحكي بالامل، بدنا نحكي بالواقع. هل هناك واقع معين يدفع المسيحيين للعوده؟ هل هناك ضغوط معينه؟ يعني هودي اللي فلوا امبارح من الموصل، من 3-4 ايام من الموصل، في امل نعم. حقيقي نعم. ان يعودوا الى منازلهم؟ الامل الحقيقي هو بالعمل بسرعه، بالعمل بسرعة. إذا كانوا هالشعب راحوا من الموصل، راحوا أربيل أسبوع 2-3، قامت كنيسة بإيواءهم، قامت كنيسة بإيواءهم ورجعوا وصار في انسحاب، ولكل المسلحين أكيد بيعودوا على الموصل. أكيد الموصل أنا بعرفها كتير منيح. الموصل عبارة عن مدينة جدا كبيرة فيها 1.5 مليون نسمة،
مش شغله بعد بقى عندي دقيقتين سيدنا. كيف يعودون؟ ما هو المطلوب اليوم؟ الدعوة اليوم لمن؟ نعم، الدعوة لكل إنسان بهالعالم. للأمريكيين بدي أقولها بوجهها أنا، واحد، لدول الجوار اثنين، ثالثا الدول العربية والدول العربية وبالدرجة الأولى للحكومة العراقية، أن تفعل، أن تفعل، أن تأخذ مبادرة وترجع هي تستحل المناطق كلها سوا يلي فاتوا عليها داعش، وبتصور الحكومة العراقية رغم ضعفها بوقت حاضر قدرت تعمل أشياء كثيرة. العراق بلد غني جدا مثل ما بتعرف. اليوم في تقسيم للخريطة، في خريطة الخلافة الإسلامية، هودي غبار بأكد لك إياها، هيدا البغدادي ما بغدادي، هيدا بعد أعطيني بس على جمعتين ثلاثة بتلاقي انتهى، طلع غيره كتير منظمات بالعالم إرهابية وغير إرهابية. بقوة من انتهى؟ بقوة أنا كرجل دين، أنا برجل دين، أنا بشوف لبعيد شوي صغير مع شيء، بقوة الناس الصالحين يلي عم يشتغلوا رجال دين مسلمين قبل المسيحيين بدهم المحافظة على المسيحيين بالعراق، وهذا واقع. أنا بقول لي إذا نستسلم كل شيء، ما عندنا سلاح، ما عندنا عم يحضننا، الكنيسة مش عم تعمل شيء، الدول مش عم تعمل شيء، أكيد نحن رايحين على الكرسي. ولكن بأكد لك نحن مع غبطة سيدنا البطرك ببغداد ومع الفاتيكان ومع الدول واجتماع اليوم عمل أنا كان جدا جدا رسمي وجد، غيب عنه السفير الأمريكي، ما عالشي بس هيدا مش معناته أنه مش هتوصل له أخبار، مش هيبعتوا رسائل شو عم يصير هونيكي. أنا بقول لك إن شاء الله بعد شهر بصير في حلقة تانية معك، أنا بقول لك أنا شو صار إن شاء الله. ممكن نحن ما أنا بس تسمح لي، ما عاوز خلص وقت، قصيت عبر نداء عبر منبركم الكريم أستاذ فادي، أنه حتى لا يضطهدوا المسيحيين مرتين، مرة في